في الذكرى 80 من تأسيس الجيش الوطني الليبي ونضاله ضد الاستعمار والغزاة وكفاحه في بناء دولة مؤسسات وجيش يحمي سيادة الوطن وأمنه القومي، أقيم بمدينة بنغازي حفل تكريم للدفعة 27 من الكلية البحرية في توكرا، والتي خضعت لدورات تدريبية للضباط الخريجين. وتضمنت هذه الدورة التدريبية في الأكاديمية البحرية توكرا في عملية الغطس والالتحام بالقوات الخاصة، بالإضافة إلى دورة الملاحة والبحارة العامة والضفادع البشرية اقتحام السفن. هذه مناسبة طيبة، وهي مناسبة احتفال بتخريج عدة دفعات من ضباط وضباط صف لرأس أركان البحرية، وهي دفعة الأولى الأكاديمية البحرية فرع الكلية البحرية توكرا، ودورة غطس بسوسة، ودورة اقتحام تبع قوات خاصة، بإضافة إلى دورة ملاحة للضباط القوات البحرية وهي دورة تنشيطية. ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي تقوم به القوات المسلحة من رفع كفاءة الضباط والجنود وبناء مؤسسة عسكرية قوية بقدرات علمية وتقنية، وتم تدريب الضباط الخريجين على أعلى مستوى في عملية المواجهة والتصدي أثناء المعارك بتقنيات عالية وحديثة، في الوقت الذي يناضل فيه الجيش الوطني مواجهته للغزاة والإرهابيين وحفاظه على هيبة وسيادة الوطن. اليوم حضرنا احتفالية لخريجي الدفعة 27 من الكلية البحرية فرع توكرا، كما حضرنا خريجي بعض الدورات مبارك إن شاء الله. بعض الدورات اليوم تم توزيع الشهائد، أعطى طابع ممتاز جدا على قواتنا البحرية اللي نحييها هذا اليوم بما قاموا به من أعمال وانتصارات في ثورة الكرامة. وحضر هذا الحفل رئيس أركان القوات البحرية ومدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة وضباط وضباط صف الجيش الوطني، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه القيادة العامة بناء جيل جديد من أبناء الجيش الوطني لتصديه لأي غاز معتد أثيم.